بيت شعري قصر مخطط اللي يجي منك طال عمرك يعني نقبل شقة بس شقة اي تكفي غرفة مطبخين ممتاز يقول مع اختلاف النظر والشور شوري سويب ممتاز مع اختلاف النظر والشور شوري سويب لي شور واحد ونظره للزمن فارقة سلام لا طحت خلك سوات الشمس عند المغيب تطيح من كان طاحت شارقة 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 الله الله سلام طيب الصقر وش قال فتي اي اقول الشعر ما هو بهم اللي ولاه طموح سلام لكن ان هي همني لا جاء وجاله طراه يحل فيني قصيد فيه معنى وروح وعلاج جرح علاج الصيد اللي ما براه الله 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 عند له طراه خلنا نسمع فيصل ايش بعد يقول ما اكتفينا من امسيه امس اي بالله ولا حنا اكتفينا يقول انت متابع مستمتع بعد يلي خذتك الليالي صرت محتاجك ايه بعدك قلوب الولايف بالهوى تلعب سلام حاولت اركب على روس العرب تاجك ولقيت روس عليها التاج ما يركب الله سلام سلام ما تعذرك اللي صابه ابشر بس ايه ايش تبي ايش تبي انت لا انا وش يعني وش موضوع قصيده بينما الشباب يجون متعب تكفى بالله يسهم لي الشباب يلا قول كنت ابي اكون لك شمس وقمر سلام كنت ابي اكون لك ليل ونهار وكنت ابي اكون لك بر وبحر وكنت ابي اكون لك ميناء ومطار وكنت ابي ابقى معك طول العمر ما دريت انها ليالي نقصر الله 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 سلام فيصل بن نياف لا كذا لان هذا الشخص يحتاج له يعني وقت خاص في 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 جزالته وفي شخصه العظيم هو لاخلاقه ولا هو لقباله ولا ما تدري فلذلك ابو نياف ابغاك تجهز لي قصيده مرتبه طال عمرك بينما نروح نشوف مقطع يعني للجميع مقطع رهيب وخفيف لطيف ونرجع لكم تمام جاهز يا ابو نياف شوف المقطع ونرجع لكم انت والله الزين يا حبيبي